بسم الله. دلوقتي عشان نعمل اوبننج ان سلاب لازم الاول يبقى عندي سلاب. فاجي هنا اقول له انا عايز سلاب، واقول له انا عايز اوتلاين اوتو ديتكت، يعني اي مكان مقفول نعمل لي السلاب اللي فيه. وبعد كده هدخل على اوبننج ان سلاب في ارتكشر بيزك وول، وابدا احدد الفتحه بتاعت قد ايه. بدخل في الخصائص واقول له انا عايز مثلا الفتحه بتاعتي شكل سداسي مثلا بالشكل دوت. طيب الاوتسايد راديوس هيبقى قد ايه؟ اقول مثلا 0.4. العدد كام واحدة؟ اقول له مثلا خليهم شكل سداسي ولا سباعي ولا ثماني، خليه سباعي. تمام، واروح منزلها في المكان دوت اهوت. وممكن برضو في التو دي او في التو دي، واجي مثلا اختار شكل تاني وليكن مثلا شكل مستطيل، احدد الويتس واللينس بتاعه واقول له اوكي، واحط مثلا هنا دي فتحة في السلابة، ادوس اف 4. دي فتحة في السلابة هتعدي فيها مثلا المواسير بتاعة الفاير، مواسير الحريقة. تمام، عيل صغير معدي يروح واقع فيها، يعني هيبقى لها استخدامات كتير ان شاء الله.